على مر عقود من الزمن لم تدخر المملكة العربية السعودية جهدا إلا وبذلت في سبيل خدمة بيت الله الحرام وقاصديه من مختلف بقاع العالم. نعم، حيث تجاوز إجمالي عدد الحجاج 99 مليون حاج خلال 54 عاما، لتواصل المملكة الشقيقة نجاحها في كل موسم حج من خلال التنظيم المحكم والعطاء السخي الذي لا ينضب. أضحت رحلة الحج والوصول إلى مكة المكرمة والنظر إلى الكعبة المشرفة والوقوف في المشاعر المقدسة غاية كل مسلم وأمنية كل مؤمن، لذلك شدت إلى هذه البقاع الرحال وقطعت من أجلها القفار. وكانت وسائل المواصلات قديماً بدائية وبطيئة، ولم تكن رحلة الحج ميسرة، بل هي محفوفة بالمخاطر والمغامرات. ولذلك كان المثل الشائع في ذلك الزمان والمعروف لديهم أن الذاهب للحج مفقود والعائد منه مولود. وتطوى صفحة الماضي وتشرق شمس الحاضر في عهد الدولة السعودية التي كان لها القدح المعلى من التطوير والاهتمام والعناية بالمسجد الحرام، فتبدل الحال بأحسن حال وأصبحت فكرة الحج إلى بيت الله الحرام أمرا ميسرا، وعم الأمن والأمان بلاد الحرمين. ولم تأل القيادة الرشيدة أيدها الله في توفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم إلى أطهر البقاع، يترجم تلك العناية والحرص ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. المملكة تعتز وتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقصديهما، هو شرف خصها الله به، وسخرت المملكة السعودية كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وتوفيق كل السبل تسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك.